السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتعلمين، في ظل هذه الظروف الصعبة التي نواجهها، ارتأيت إلا أن أقدم لكم جاهدة بعض الدروس المصورة التي يمكن أن تيسر لنا العملية التعليمية التعلمية عن بعد، متمنية من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء ونعود إلى أقسامنا سالمين غانمين. أحبائي الصغار، مرحبا بكم من جديد في درس جديد إن شاء الله، ألا وهو أسماء الإشارة. إذن هناك أشياء كثيرة حولنا نريد أن نشير إليها. إذن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو: ما معنى أسماء الإشارة؟ إذن ما معنى أسماء الإشارة؟ إذن أسماء الإشارة هي أسماء تستخدم للإشارة إلى أشخاص، أيضا إلى حيوانات، أيضا إلى جماد. والجماد هي الأشياء التي لا تتحرك، جامدة، أشياء جامدة مثل الكراسي، مثل الطاولات، أبواب، هي التي لا تتحرك. إذن أحبائي الصغار، أريد أن أشير إلى الولد. ماذا سنستعمل؟ ما هي الأداة التي سنستعملها؟ أيضا أريد أن أشير إلى الأرنب. ما هي الأداة التي سأستعملها هنا؟ أيضا أريد أن أشير إلى الكتاب. ماذا سنستعمل هنا إذن؟ يلا فكروا معي. إذن ولد، سنقول هذا ولد. أرنب هو اسم حيوان، سنقول هذا أرنب. ثم كتاب، نقول هذا كتاب. هنا نشير إلى الكتاب، إنه جماد. هذا إنسان، حيوان، جماد. إذن ما هي الوسيلة التي استعملناها هنا؟ فكروا معي. استعملنا هذا. إذن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا: متى نستعمل هذا؟ إذن أحبائي الصغار، لاحظوا معي ولد، إنه مفرد لأنه واحد، قلنا أن المفرد يدل على واحد، رأيناه سابقا، ليس كذلك؟ إذن مفرد، هل هو مؤنث أم مذكر؟ لا، إنه مذكر. كذلك أرنب، إنه يدل على واحد مفرد. أيضا كتاب مفرد، كلاهما مذكر مذكر. إذن يمكن أن نستخلص هنا القاعدة، سنقول هذا اسم يستخدم عند الإشارة إلى المفرد المذكر، مفهوم؟ هذا اسم يستخدم عند الإشارة إلى المفرد المذكر. إذن أحبائي الصغار، لاحظوا معي هذه الصورة، أنا أريد أن أشير إلى هذه الطفلة. ماذا سأستعمل؟ أريد أن أشير إلى الدجاجة. ماذا سأستعمل هنا؟ أريد أن أشير إلى التفاحة. ما هي الأداة التي سأوظفها؟ إذا لاحظوا معي، طفلة، طفلة أريد أن أشير إليها. ماذا سأقول؟ هذه طفلة. أريد أن أشير إلى دجاجة. ماذا سأقول؟ هذه دجاجة. أيضا أريد أن أشير إلى التفاحة. ماذا سأستعمل هنا؟ ما هي الوسيلة التي سأستعملها؟ إذن نقول هذه تفاحة. إذن أحبائي، ماذا استعملنا هنا؟ ما هي الوسيلة أو الاسم الذي استعملناه هنا؟ استعملنا هذه. إذن لاحظوا معي
هذه الطفلة إنها مؤنث، أليس كذلك؟ هل مؤنث أم مذكر؟ إنها مؤنث. أيضا طفلة واحدة فهي مفرد مؤنث. لاحظوا معي، دجاجة مذكر أم مؤنث؟ إنها مؤنث. وأيضا فهي دجاجة واحدة، إذن تدل على المفرد. دجاجة رأيتم فهي تنتهي بالتاء المربوطة، كذلك طفلة تنتهي بالتاء المربوطة، فهذه التاء من إحدى علامات التأنيث، إذن مؤنث. لاحظوا معي أيضا تفاحة فهي مؤنث، مفرد لأنها تفاحة واحدة تدل على واحد. إذن يمكن أحبائي أن نستخلص أن هذه اسم إشارة يستخدم للمفرد المؤنث، اسم إشارة يستخدم للمفرد المؤنث. الآن سننتقل بكم إلى اسم آخر. إذن لاحظوا معي الصورة، إذن هنا قلمان، ليس كذلك؟ أريد أن أشير إلى القلمين، ماذا سأستعمل؟ أيضا لاحظوا معي طبيبان، أريد أن أشير إلى طبيبين، ماذا سأستعمل؟ ما هي الوسيلة التي سأستعملها؟ إذن نقول هذان قلمان، هذان قلمان. لاحظوا معي، هل لدي قلم واحد؟ لا، لدي ماذا؟ لدي اثنان. إذن فهنا مثنى، رأينا المثنى سابقا، قلنا بأن المثنى هو ما يدل على اثنين وينتهي بألف ونون، أليس كذلك؟ إذن هنا مثنى، هذان قلمان، هذان طبيبان. ما هي الوسيلة التي استعملناها هنا؟ إذن ما هي الوسيلة التي استعملناها لإشارة إلى القلمين وكذلك إلى الطبيبين؟ استعملنا هذان. إذن يمكن أن نستنتج بأن هذان اسم إشارة يستخدم للمثنى المذكر، اسم إشارة يستخدم للمثنى المذكر، لأن هذا قلم، هذان قلمان. القلم هنا فهو مذكر، وأيضا هنا الطبيب فهو مذكر. إذن إلى حدود هنا أحبائي مفهوم، كل شيء واضح؟ إذن لاحظوا معي ولاحظوا جيدا هذه الصورة، فهي تدل على وردتين اثنتين، فهي مثنى. قلنا بأن المثنى هو الذي يدل على اثنين وينتهي بالألف والنون. إذن كيف سأشير إلى هاتين الوردتين؟ كيف سأشير إلى الطفلتين؟ ما هي الأداة التي سنستعملها؟ سنستعمل هاتان وردتان، هاتان طفلتان. إذن يمكن أن نستخلص بأن هاتان اسم إشارة يستخدم للمثنى المؤنث. أعزائي لاحظوا معي هذه الصورة، نعم إنها توحي إلى مجموعة من الأطفال أو الأولاد يتوجهون إلى المدرسة، وأنا الآن أريد أن أشير إليهم. ماذا سأستعمل؟ ما هي الوسيلة التي سأستعملها هنا؟ نعم سنستعمل هؤلاء، سنقول هؤلاء الأطفال يتوجهون إلى المدرسة. إذن يمكن أن نستخلص بأن هؤلاء هو اسم إشارة يستخدم عند الإشارة إلى الجمع العاقل فقط. ما معنى هنا الجمع العاقل؟ نقصد به هو كل من يتمتع بنعمة العقل، هنا الإنسان، إذن أطفال، فتيات، أولاد، رجال، إذن كل من يتمتع بنعمة العقل، والإنسان هو الذي يتمتع هنا بنعمة العقل. أعزائي المتعلمين، نستنتج بأن هذا اسم إشارة
يستعمل في المفرد المذكر، هذه نستعمله في المفرد المؤنث، هذان نستعمله في المثنى المذكر، هاتان نستعمله في المثنى المؤنث، هؤلاء نستعمله في الجمع بنوعيه أي المذكر والمؤنث. إذن أعزائي المتعلمين، وصلنا إلى نهاية الحصة، أتمنى أن يكون الدرس واضحا. شكرا على حسن الانتباه وعلى حسن الاستماع.